قمة الأخلاق فيها والتواضع، وللفقارة كنها عيون ومنابع، مثل سحب ما وراها المنافع، وبلمزنة يحيي الأرض الهميدة. أحنت أفكاري على بدع القصايد واستهلا وجمعي كل الفرايد، فلما رهجبتها حسب العوايد كل جملة تكتب فيها مفيدة، في شعري يفتخر لا جيت ببدأ قبل سعدية ولا وحدة تحدى، بنت شيخ وبنت عز ولا تردي ساعية للخير ولا هكوى بعيدة، الشدايد والمواقف نار حية طيبها بين العرب ما في زية، من خلق بالطيب مثل العنترية إنها مخلوقة هي الوحيدة، قمة الأخلاق فيها والتواضع، للفقارة كنها عيون ومنافع، مثل سحب ما وراها للمنافع، وبلمزنة يحيي الأرض الحميدة، تنسب الأجر لله وتصدق واليتامى حلمهم منها تحقق، مفيدة. أحنت أفكاري على بعض.